السلام عليكم. دونك نعرفكم على التجربه ديالي. انا قبل ما نكون مقاوله مع فوريفر انا كونتر ولمده 20 سنه. دونك كان عندي بوست مزيان، كنتخلص مزيان، ولكن الاكراه الوحيد اللي كان عندي هو التوقيت، حيث انني ام لجوج وليدات، وكتعرفوا التوقيت ديال العمل الخاص 8-12 جوج ونص، يعني عندي مشكل مع وليداتي، كيفاش نقابلهم، كيفاش نبقى معاهم. دونك كنت ديما كنقلب على الحل او لا عمل اخر، عمل بديل، ما كنتش كنقلب على مدخول اضافي في حقيقه، ولكن كنت كنقلب غير على الحريه. في خلال العمل ديالي كان تلاقيت مع سي حسن دادن اللي كنشكرو بزاف 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 بزاف، ومدام نجمة رائعة اللي ديما كنلقاوها في جنبنا كاملين، وكنلقاوها الوقت اللي احتاجيناها. جاب سي حسن لو دوسي ديالو دو لا كونتابيليتي عندنا، تقريبا لو دوسي عام هو عندنا، ولكن انا ما عمري ما خدمت لو دوسي ديالو. واحد النهار غادي نخدمو، دونك باش نخدمو لا تيفيا كتعرفو خاصنا لي رونفي بونكار. دونك انا خديت لي رونفي بونكار ديال سي حسن، قالو لي لي فيرمون من فور ايفر لي ديال برودكتس ليزين دي فيرمون تريز امبورطون، يعني مبالغ مهمة وكبيرة بزاف، بحيث انا كنت كنسحابني غير الناس اللي في السلك الدبلوماسي هما اللي كياخدو هاد لي صالير، انا ديك الساعة نسحابني لي صالير. دونك انا بحكم كنت عارفه فوريفر، ولكن كنت عارفه كون برودوي، يعني كنت كنستهلك لي برودوي كوزميتيك، ما كنتش عارفه لي كومبليمون اليمونتير، وما كنتش عارفه البروجي. ملي جا سي حسن هضرت معاه قلت له عارفه سي حسن بغيت غير نعرف انا هاد فوريفر علاش كيصيفطوا لك هاد لي فيرمون، انا كنعرفهم كيبيعوا لي برودوي، ما يمكنش لي برودوي غيدوزو دي فيرمون بهاد لي مونطون. عرضني للمكتب، جيت دار معايا واحد الجلسه شرح ليا، عاد عرفت بان كاين دي كومبليمون اليمونتير، شرح لي البروجي. ديك الساعه ما ترددتش، لا قلت ليه درت لانسكريبسيون وبديت معاه بالتاطير ديال سي حسن. دونك انا كنت واحد انا عندي واحد قابليه التعلم، لان انا الدبلوم ديالي في الاول ميتري دي سان باتيمون، تعلمت الانفورماتيك بلا ما قريتها، تعلمت الكالكول ديال بيتون ارمي بلا ما قريتو، تعلمت الكونتابيليتي بلا ما قريتها، يعني عندي قابلية تعلم خاصني غير نسمع حاجة ونعرفها وغنتعلمها. ملي شرحت لي سي حسن البروجي قلت له أنا غير قول لي شنو خصني ندير، وأنا متأكدة غادي نولي فحالك واحد النهار. وكنت غادا وعارفة راسي واحد النهار غادي نوصل ماناجر، دونك عطاني الخطة، والخطة والسر الكبير هما لي كات سيسي. لي كات سيسي اللي كنوصي بهم اي واحد دخل فور ايفر راهما مفتاح النجاح. دونك كنشكر المجموعه ديالي الرائعه، الناس اللي حنا عائله تقريبا، وكنتقاسموا الحب، كنخدموا على هذا الاساس، وكنخدموا على دي ستراتيجي دو طرافاي، وان شاء الله ملي طلعت ماناجر من بعد في الخدمه، ملي كنت في الخدمه 3 سيما حطيت لا ديميسيون ديالي. علاش؟ لان من اللي طلعت غاد علي مقيس كنت هذاك الشهر كان عندي الربح ديال لي فون 3500، والبونيس اللي صيفطت ليا فوريفر 4500، يعني في 3 موا لقيت راسي وصلت لواحد 7000 ولا 8000، وانا في 20 طون عاد وصلت الصالير ديال 6000. دونك درت غير واحد المقارنه صغيره، بان كنت فوريفر 3 موا لقيت بونيس ديال 8000، وفي الخدمة ديالي 20 طون عاد وصلت لواحد الصالير ديال 6000. ديك الساعة ولات الطموحات ديالي كبيرة، ولات عندي أهداف كبيرة، والحمد لله حطيت لا ديميسيون ديالي في 6 موا، وعطيت لو طون كامل لفور ايفر، وخدمت مع المجموعة ديالي، وطلعوا معايا دي كراد، لقيت راسي دغيا وصلت للمانجر ادجوان، ومن بعد من نهار ماناجر، يعني لقيت الحرية، لقيت الفلوس، لقيت الوقت لوليداتي، وشكرا فور ايفر، شكرا شكرا للمانجر، وللبوستال، الحمد لله، وللمانجر كاملين، ما كيدخلوش علينا بأي معلومة، وبتا شي فورماسيون، خاصك غير تطلب منهم، كتلقاهم كلهم حداك، وشكرا لكم كاملين، شكرا. برافو. Thank you.